الاهلاويه اللي عايزين يطلعوا حمزه وبنتها شيطان اعظم ومزقوقه من الزمالك عشان يطلعوا الاهلي بالشكل ده. لكن في دروس في القصه دي حد يتكلم فيها؟ لا. او حد يوصل فيها منها لصالح؟ لا. يعني مثلا حد يطلع يقول يعني ايه عقود لاعبين او لاعبات في الكره الطايره تطلع كده على التلفزيون عادي؟ هل ده استغراق؟ بعيد عن هناء يعني. يعني كابتن هناء حمزه زميله وصديقه مش هتكلم عنها ولا هتناولها انا بشكل شخصي يعني. بس انا بتناول منظومه تحولت لعزب. خد بالك الهيئات الرياضيه عكس اي حاجه في مصر. يعني انا راجل نائب في مجلس الشيوخ. كثير من الاحيان نبعت لوزراء مثلا طلبات لشيء، خدمات لحاجه، حد تعيينات، ازمه في قريه، قصه تتحل. في ردود بتجيلك يقول لك وفق القانون. يعني على اللي حضرتك عايزه ده يا سيادة النائب يبعت السي في بتاعه ويقدم في الوظيفة دي وفق القانون واللوائح بكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ أصبحت مؤسسة يحكمها القانون واللائحة. الأول الوزارة كانت عزبة مثلا، الوزارات دي كانت عزب. يعني يجي الوزير جابل ده ما عرفش يدي ده أرض يدي ده بعت كده. الوقت الراجل بيقول لك ايه؟ انا بيحكمني برضه قانون واللائحه. كل ما هو لا يحكمني فيه القانون واللائحه اخدمك فيه، مفيش مشكله. اقدر لو انا اخدمك اكتر وعايز اخدمك حتى لو في قانون واللائحه اسرع لك الاجراء. يعني بدل ما الورقه تقعد عند الموظف 10 ايام اخلصها لك في 24 ساعه مثلا. لكن ما اقدرش اخالف اللائحه والقانون. ليه؟ لانه مؤسسه بيحكمها ايه؟ لائحه وقانون. صح كده؟ ماشي. احنا عندنا في الرياضة باش الموضوع كده، يعني الموضوع لسه ما وصلش للمرحلة دي. يعني ما تم فيه اصلاح في هذه البلد لم يطال الرياضة. المؤسسات الرياضية والهيئات لسه عزب ودكاكين. يعني بيتش اندهش لما يعني حد يكتب لي يعني عقود لعبة الطائرة تطلع التلفزيون. اه عادي جدا. وحد حاسب حد قبل كده؟ سؤال يعني. ده في اهدار ملعن في مؤسساته بيعلن رسمي وبيطلع رسمي في التلفزيون ورسمي في وسائل الاعلام ورسمي الوزاره تقول ورسمي الجهات الرقابيه تقول وحدش بيحاسب حد. اصلا مخالفات تتم في انتخابات ومحدش بيحاسب حد. ازمات تتم في بيع وشراء لاعبين وعين عينك يا تاجر ومحدش بيحاسب حد. ارقام مبالغ فيها في اي صرف في اي حاجه ومحدش بيحاسب حد. مباني تبنى بالامر المباشر وانشاءات وبتاع ومحدش يحاسب حد. كل الحاجات ضد القانون واللوائح. اللائحه تبقى فيها بند صريح ان ده ما ينفعش برضه مجلس اداره او ينفع. محدش يحاسب حد. عادي. يعني محدش بيحاسب حد. ده جيب 5 مليون دولار ومشي كده ببلاش محدش يحاسب حد. ده ما اعرفش مدرب جه قعد 3 اشهر ولا شهرين واخد شرط جزائي قد كده محدش حاسب حد. عادي جدا مفيش مشكله. يعني اهم حاجه تطلع في التلفزيون وقوي وتخش وتدوس وتعمل وتشتكي او تهاجم او هو ده اهم حاجه في الوسط الرياضي، ان يكون عندك الوسيله الاعلاميه القويه. اهم سلاح في الرياضه. لا اهم سلاح تطبيق قانون. محدش بيحاسب. هطبق قانون اللي اوجع دماغي دي يعني مش فاهم. ولا تطبيق اللائحه اخر همه اللي قاعد على الكرسي في اي، وانا بتكلم في العام يعني في العموم. كل ده ولا بص لو انت عندك 10 هموم ده يبقى رقم 11. اه والله يا جيش على بالك اصلا يا فندم. ده ضد استأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للقاء الاياب امام الاتحاد المنستيري التونسي في اياب دور ال 32 من منافسات دوري ابطال افريقيا. وحرص مارسيل كولر المدير الفني للاهلي على تدريب لاعبيه على التصويب على المرمى الصغير على هامش مران اليوم، وشارك فيه كل اللاعبين كما ركز على ضروره التسليم والتسلم بشكل سريع، فيما خاض حراس المرمى تدريبات بدنيه شاقه تحت اشراف ميشيل يانكون. وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبين أعقبها فقرات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه أندويا مخطط الأحمال. وبعد ذلك خاض اللاعبون التدريبات الخططية ثم شاركوا في تقسيمة قوية. وخطط ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات تدريبية
متنوعة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء قبل المشاركة في تقسيم الكرة. وواصل عمار حمدي لاعب وسط الفريق أداء فقرات التأهيل البدني الذي يخضع لها لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية بعدما غاب عنها منذ عدة شهور بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على الملعب الرياضي مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية. وكشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الأهلي أن اللاعب عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل غلق باب القيد بـ5 أيام واتفقا خلالها على خروج اللاعب للإعارة، ولكن الوقت كان متأخرا. وقال شوقي رغبة كولر في خروج محمد محمود للإعارة لأنه كان عايز عدد معين من اللاعبين في الملعب خلال التدريبات الجماعية، وكان القرار أن يخرج محمد محمود إعارة قبل السفر لتونس. اشتغلنا على مناقشة العروض المهتمة بضم محمد محمود قبل غلق باب القيد، ولكن ضيق الوقت تسبب في عدم اكتمال انتقاله لأي نادي. وأوضح نجحنا أننا نوفر عرض في آخر يوم من نادي فيوتشر واترفض من الأهلي ولم يكن هناك أي عروض من سيراميكا لضم اللاعب. وأشار محمد محمود كان بيتمرن لوحده في تدريبات اليوم الأربع، المفروض بعد غلق باب القيد وعدم وجود فرصة للخروج إعارة يشارك في التدريبات، وإحنا هنستنى نشوف اللي هيحصل بكرة معاه في التدريبات. وتعثر انتقال محمد محمود وزياد طارق وشادي رضوان وعبد الرحمن مانو لاعب الأهلي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد فشل المفاوضات مع أكثر من نادي كان مهتما بالتعاقد مع هؤلاء اللاعبين بخلاف وجود ترحيب من الجهاز الفني برحيل أكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي. ويستمر الرباعي في صفوف الأهلي بالموسم الجديد حيث سيتدربون مع الفريق الأول كما هو الحال انتظارا للحصول على فرصة، لا سيما وأن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة مثل الدوري ودوري الأبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة. وفي حال استمرار تجميد رباعي الأهلي وابتعادهم عن حسابات مارسيل كولر المدير الفني سيتم تقييمهم من جديد في الانتقالات الشتوية القادمة بحيث يتم الموافقة على خروجهم للإعارة أو استمرارهم في حالة حدوث أي مستجدات في صفوف الفريق الأحمر. وتشهد فترة استكمال الدوري المصري خلال منافسات كأس العالم مشاورات كثيرة لدى الجهاز الفني بالأهلي بقيادة مارسيل كولر بشأن اختيار خليفة الدوري التونسي علي معلول في قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال المباريات التي سيلعبها الفريق الأحمر في غياب الظهير التونسي. ويغيب علي معلول عن الأهلي خلال فترة منافسات كأس العالم بسبب مشاركته رفقة منتخب تونس في المونديال، وهو ما يثير حالة من الغموض حول اللاعب الذي سيعوض غياب الظهير التونسي علي معلول. ويوجد أكثر من لاعب داخل الأهلي على استعداد للعب في الجبهة اليسرى مثل محمد أشرف وأيمن أشرف وكريم الدبيس بالإضافة إلى الصاعد رافت خليل، وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة. ويشارك أيمن أشرف في الجبهة اليسرى حيث أنه يجيد اللعب في هذا المركز، وسبق المشاركة كثيرا في هذا المركز بخلاف مركز قلب الدفاع الذي شارك فيه بشكل أكثر مع الأهلي في وجود علي معلول. بينما شارك محمد أشرف في الجبهة اليسرى خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الماضي وتحديدا في المباراة الودية التي خاضها الأهلي في غياب علي معلول لتواجده مع منتخب تونس، ويعد من اللاعبين الواعدين في هذا المركز. كما يتواجد كريم الدبيس صفقة الأهلي الجديدة والقادم من وادي دجلة حيث يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والجناحين الأيمن والأيسر، ولكنه لم يتحدد موقفه من المشاركة في المباراة حتى الآن من عدمه. وأخيرا يتواجد الصاعد رافت خليل والذي يجيد اللعب في الجبهة اليسرى والجناح،